بعد انقطاع يعود المؤتمر العلمي السنوي لرابطة الشعاعيين السوريين بدورته 11 إلى الحياة وبجهود كبيرة. الافتتاح بدأ بقص الشريط الأحمر الذي كان البوابة لسلسلة من المحاضرات العلمية الطبية وبمجالات متعددة ضمن مشفى الأسد الجامعي، فضلاً عن جولة بين أجنحة المعرض الطبي الذي ضم أحدث الأجهزة الطبية. الأشعة بتستخدم تقنيات متعددة في إطار الاستقصاءات الطبية، يعني نحن فينا نستخدم الأشعة إكس، فينا نستخدم الطبق المحوري، فينا نستخدم الأمواج فوق الصوت، فينا نستخدم الرنين المغناطيسي لنشوف مختلف أعضاء الجسم والأمراض في تلك الأعضاء إذا كان في عنا شيء واضح سريري واضح طبعا بهذا الإطار. إذن هو فرع طبي تحتاج إليه كل الاختصاصات الطبية. ما في اختصاص طبي سواء كان قلبية أو صدرية أو عصبية أو هضمية إلا بده هذا الاختصاص ليقدم له المعلومات المساهمة التشخيصية المناسبة في كشف كثير من الأمراض وأيضا معالجة الأمراض تحت تلك. أيضا في كثير شغلات نقدر نعالجها تحت الأجهزة التقنيات الشعاعية المختلفة. من خلال هذه الروابط نقوي نشاطاتنا العلمية ونكثفها، وبمساعدة زملائنا الأصدقاء من دول مجاورة ودول غربية يحضرون مؤتمراتنا ويشاركونا التبادل العلمي والاطلاع على أحدث المستجدات رغم الظروف التي عانوا منها لوصولهم إلى سوريا بسبب موقف حكومات السلبي من سوريا، ولكن نحن أطلعناهم على الواقع الصحي الذي نحن فيه والصعوبات التي عانينا منها بسبب الحصار التي فرضوه، وعبروا عن استيائهم من هذا الحصار الظالم ووسائل التضليل الإعلامي التي اتبعت ضد سوريا. وبقي لحضور الوفد الفرنسي أثره الخاص للمشاركة ضمن فعالية المؤتمر، فيما بقيت عيون الزوار شاخصة إلى مشاركة سوريا أوجه الحياة على أرضها. أوثق أنه وأشهد على الجهود التي تبذل من قبل الأطباء السوريين للمحافظة على سويتهم والاستمرار في نشاطاتهم. سعيد أيضاً بصفتي مواطن وبصفتي صديق قديم لسوريا لأنه عم بشوف أنه الحياة تعود تدريجياً لطبيعتها وأن سوريا عم تسترجع تدريجياً ولكن بشكل محقق لسيادتها والسلام فيها. Alors je suis très très heureuse d'être parmi vous. Comme je vous le disais, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens en Syrie. الحقيقة مشاركة الأستاذة دكتورة فيرونيك بوتي تتعلق باختصاصها اللي هو سرطان الثدي. في عندها كذا مداخلة في هذا المجال وخصوصي فيما يتعلق بالكشف الباكر عن سرطان الثدي ومعالجته. من ناحية تانية حابة تشارك في النقاش حول إعادة إعمار القطاع الصحي في سوريا اللي تضرر كثيراً بفعل الإرهاب والتخريب. أيام علمية بدأت بحضور كبير لأطباء سوريا وفي مجالات توعوية متعددة، فيما يبقى لعودة العلاقات الطبية المشتركة بين سوريا وفرنسا خطوة يطمح لها الأطباء الفرنسيون المشاركون.